أمك وصيت وجدتهم لك. صح. صالح. نعم. روح جيب لي من الفتاه تشار. حاضر. استنى. جيب معك وشوف الحسابات نتاع كاع السلعه اللي دخلت واللي خرجت نتاع هذي شهرين. نعم. مدام لو كان صديق قلت له يجيب الفاكتور تاع العامله وعلاش تاع شهرين برك؟ لا لا ما نحتاجهمش. كيما تحبي. تفضل سي منصف، هذوما الوثائق ولي فاكتور اللي قلت لي عليهم، راهم مرتبين ومدروسين. أكيد مدام، كلش هنا. تقدر تروح. يبقى على خير. أنا من عندي تعطي الديبو تحت تشوفي السلعه وتفيريفي كاع واش رينا هاد العام. ها لا لا معليش هنا بزاف كيما تحبي. خلاص نقدروا نروحوا. بابا وماما هاني. هاي العميرة تاعي، هاي ماما جات، هاي ماما جات، هاي لماما، هاي ماما الزينة تاعي، هاي الكبدة تاعي، توحشتها توحشتها توحشتني. فلكي بالعقل بالعقل. هاه ما تخافيش، هاه بعدا. زهية سحقك الفوق البيضة درك. رضعتيها؟ عليك بالله في الرضاعة. هاك بشوية. فتحت على الوزير، فتحت على الطوموبيل، وهي لابروكيراسيون داتيها لي مع استقالتي. استقالة؟ استقالتي حتى من حياتك. منصف حبيبي، أنا مانيش شاكة في عمري، أنت راجل زين وحنين، وخفت اللي يستغلوا طيبتك، هذا ما كان. نسيت واش دار فينا هذاك المحاسب اللي طردناه. منصف كامل هذا الشيء على خاطر مستقبل بنتنا. وتبهدي اللي درتيها لي فلوزي شتيها؟ ها شتيها ولا ما شتيهاش قدام الخدامين كاع؟ واش يقولوا عليا؟ منصف سراق، جات ليه مرته اليوم سراق، وليت انا سراح دركا. ما تزعفش ما تزعفش، اروح تقعد اقعد ريح. ليش ما نزعفش؟ ما تقوليش ما نزعفش، ما تقوليش ما نزعفش، ما تسخريش بيا. كرامتي تقاست اليوم، معليش معليش خلي قدام الناس قدام الخدامين. حاجة اللي ما قدش نحملها هي بنتك وهيبة. فهمتش؟ تغير من بنتك؟ نغير منها، نغير حتى من خيالها. صباح الخير نوال. ما خصك والو. صح. وراهي زهية. يا حسران على بكري وهي مع وهيبة دوش لها. صبلك حليب ولا قهوة؟ لا لا صح دوك انا نفرغ وحدي. بصحتك. سبحان الله مغير الأحوال. وين؟ وهيبة. وراهي مع وهيبة.
كانت ما تقدرش ميم با تصبر عليا دقيقه، كانت تجيب لي القهوه للفراشي وانا راقد. درك ولات وهيبه الدار دي، نشوف غير وهيبه وهيبه، ما عرفتش كيف هاد الدار. معلش منصف حبيبي، ما درتهاش بالعين، سامحني. تشفي قبل ما زادت وهيبة كيفاش كنتي معايا؟ كنتي مقلقة عليا، كنتي ما تخلينيش ميم با دقيقة وحدي، كنتي تخافي عليا بزاف، وكانت حاجة ما تخصني معاك. ودرك بدلت عليا. ما تقولش هكذا، عمري ولا نقدر نسمح فيك حتى ولو دقيقة من عمري. كيفاش نقدر نسمح في بابات وهيبتي؟ أنا قلت لك بلي نغير عليك بزاف، بديت ما نقدرش نستحمل كاع الحب تاعك للوهيبة. سيبو سالي شوية هي وشوية أنا. صح، بصح عندي شرط. ها قلت لك وليدي درك تشرط عليا. الحاجه الاولى، عمرك ولا تزيد تعاود تقول طلاق ولا الاستقاله؟ وتاني حاجه، تحبس من الشراب. وثالث شرط، ترجع من صف نتاع زمان اللي عرفته في بدايه زواجنا. راك عاقل؟ في مكان حتى واحد من بيننا ما يتغدى ولا يتفطر ولا يشرب قهوته من غير التاني. كنت وين من توصل للمصنع تضرب لي تليفون، وانا اذا ضربت لك تليفون وما لقيتكش في المصنع الاول نلقاك في المصنع الثاني، واذا ما لقيتكش في المصنع الثاني كنت انت اللي تفتح عليا بابي. ودرك هاي الاستقاله تاعك. يا اخي بغيت باغ ايه بالك زيت عاود هاد الكلمة عمرك ولا تقول على مرتي مغندفة، فهمت؟ قول ملكة المغندفين. وسورتو كي امنت واش قلت لها. يا خا بالك تموت، بالك تموت، بالك تموت. انا في البيرو. روح 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 من بعد لك ومن بعد ليكم. سامحيني يا اختي نكون صريح معك، صح مهما كان محبتي ليك والوهبة اقوى من كل شيء، بصح ثقتك العمياء في منصف دفعتني باش نجس عليه في الشركة. واش تقصد من كلامك؟ بالعقل راح تعرفي كل شيء. دقيقة. ألو أنا. أسمع، جيب الملف كامل وما تنساش المسجلة. صح. ما تقلقيش يا أختي، راح تعرفي كل شيء بالتفصيل. تفضل. انت؟ انت المحاسب انت عمل صف. ريه ريه اختي. قدم لك صراحة، السكريت تاعي من زمان. والمحاسب تاع منصف من النهار اللي سمعت بلي راهي بذر في الدراهم يمين وشمال.
تشفاي على قصة رضوان المحاسب؟ وكيف حبيتني ننساه؟ من هذاك النهار قررت أن ندفع صالح باش يرشح نفسه سكرتير جديد للشركة. بديت نفهم. سي صالح، تقدر تحكي لي كل شيء وبالتفصيل؟ هاك انا ابدا الخدمه بهذا الدوسي وجدوه لي بلي تو بوسيبل. داكور ان شاء الله. هاي ربي يعاونك. الله يسلمك. علوي صحيتي؟ واش راكي لاباس؟ تليفونات ليا ما لا فيها العشيه بيان سي. انا نجي منص. صح كونس. اتفضل سي منص، هم الدوسيات قهرهم مرتبين ومدروسين. برافو عليك، يعطيك الصحه. هاي سلمك. نقدم لك رضوان مستشار الشركه. رضوان سي صالح محاسب جديد. تشرفين. ما عرفتك. عاصم بارك الله فيك. لا تسحق حتى حاجة سي منصف. تعيش كي تسحق حاجة نعيط لك. كاين حاجة برك. أنا جيب سي منصف. جيب لي الدوسي لي صوندو. الدوسي صوندو؟ وجده لي. ما يكون لله في خاطرك. صحيح. السلام عليكم. سلام. مستشار رضوان، ما يكون الا الكونطابل اللي حوزته مدام زهير. فهمت كما قلت لك. كونطابل جديد هذا؟ كونطابل جديد با جبته مدام. ما تقول ليش خلي البير وقتها. الله غالب يا مدام زهية، اسمحي لي لا جرحت لك شعورك، هذه هي الحقيقة. ما كان علاه تتأسف، بالعكس أنا اللي نشكرك، راك فطنتني. تفضلي، هاو الملف كامل. المسجل، هذا هو الشريط اللي عمل هذا الروينه كامل. تفضلي اسمعي. يا اخي مغدفه يا اخي. عمرك ولا تقول على مرتي مغدفه، فهمت؟ قول مالك المغدفين. يسورتو كي امنت واش قلت لها. واش عملي؟ كاش موسيقى؟ كاش ونيه شابه؟ ها؟ راك حاب تسمع موسيقى؟ ماذا بيا؟ تريحي لي شويه مخي من هاد الغار نهار باش تعبر.
موسيقى شابه واحد يريح فيها شويه. ها دينا دينا موسيقى شابه. راك مستعد؟ ولا حنا صح رايحه نسمع لك موسيقى عمرك ولا سمعتها في حياتك. اه هاي راح معليش وجد روحك. تهدت علينا رضوان، تهدت يا اخو تزاقات. وش كاين يا سيدي وسرا؟ لا زهية من على ساعة ونص راح تطب علينا هنايا. خلعتني. مرحبا بها يا سيدي، بيبانو مفتوحين. كيفاش مرحبا بها؟ جايه هنا تفيري في الحسابات. عمك هي جايه تشوفني. حسابات؟ حسابات راهم لاباس بهم. تبك تقلق في روحك. كيفاش راهم لاباس بهم حسابات ودراهم في الكفر يخصو؟ وعلاش؟ وعلاش كذبت عليا؟ وعلاش؟ واش درت لك؟ مثلت الدور وانا المغنتفة صدقتك. انا تكذب عليا؟ تكذب على انسانة اللي امناتك على رزقها، اللي امناتك على رزق جدودها اللي جابوه بعرق جبينهم، وانت ما شاء الله عليك وقلت معليش. راجل يحميني ويحمي مصالحي، صفقة لصفقة، من عفار العفار، الشعر الأزرق أو الأصفر أو الأخضر، وين هيك الحمارة اللي استنى فيك هنا؟ حبس، ما عندك حتى هدرة معايا، مانيش مستعد لك نسمع حتى نص كلمة. برك تحط التوكيل والمفاتح وتعطيني عرض كتافك. علاش راكي تهربي مني دوكا هكذا؟ اسمعيني، ما تحكمي عليا ولا سمعتي كاسيطة. برك شوفي، انا رضوان جبتو اللوزين لخاطرش انسان شاطر وتاع خدمة، بصح ماكوش ضامنو هكذا، ماكوش نعرفو. انا ماكوش على بالي بلي راح يدير لي حيلة ويخدم لي خدمة كيما هادية. شفيتي نهار كنا نقولو لك لي زافير وذا؟ صح كنت ندير لي زافير عندك نربح، من لا بليبار خسرتهم. بصح خسرتهم على جالو، خسرتهم على جالو. كنت كون ما نخسر افير كان يقول لي معليش ما تكسرش راسك، كاين دراهم بروشان فوا تريكيبيريهم. بصح ما كنتش ضامن بلي راح نوصل هاد الشيء. فهميني، والله غير هو اللي دار هاد الشيء كاع. ومن بعد ما كان لا دوك لا ومن بعد ما قعد والو. ياك الحكايه حكاها لك. على من راك؟ بيان سور على رضوان. مال على من هذا كاع؟ خاطش كان على بالو بلي كنت راح نحاوزو، سي بور سا اللي خدم لي هاد الخدمه باش يقعد هو وحده وانا نقعد في الحفره. بصح انا ماشي هو اللي خبرني. هو ولا ماشي هو، سي كيف كيفه. مادام عرفتي كاع الحقيقة خلاص، كنت حاب انا مقارت ما تعرفيش باش نرجع لك دراهمك اللي خسرتهم. مي دوماج خسارة زهية، ما كنتش حاب نكون انا السبب في فرقنا. سمحي لي بزاف، هذا واش نقدر نقول لك. سمحي لي منصف. وين راك رايح؟ منين جيت؟ وهيبة أنا مستعرف عمري ما كنت كما الوالدين لها. أنا مستعرف تعبير. لا يا منصف، ما تروحش وتخليني إلا مش على خاطر بنتك وهيبة اللي محتاجتك.
هي محتاجتك اكثر مني انا. انا ما بقى لي ما نزيد نعيش. بيت شغلك وهي بمستحقاتك انت اكثر. اما انا عملي ما كنت بنما كما البابات ما تنسيش صغري كيفاش جوزتو. وعلى هذا راني نقول لك احنا رانا محتاجين لبعضنا بعض. انا ما عشت صغر وانت ما عشت صغرك وهذا راه معطر علينا احنا الاثنين. لازم نديروا اليد في اليد منصف ساعفني. لازم نتحدوا. لازم كل واحد لازم يحاسب خوها على 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 اي خطا. من صفري محتاجة لنا البنيه مع بعض مش مفترقين. نشوفوا لها مستقبلها. ما تروحش من صفري. باي باي. عم كنت تهضري؟ كنت نهضر مع مراد وزدت هضرت مع نوال سقسيتها على وهيبة. اه طيب شحال توحشتها توحشتها. ماما لا توحشتها ولا ماما لا. هاد الخطرة يا عمري نهبطو لدزاير نديك هاد انتي وهيبة نروحو نخلفو اليامات اللي فاتو. أنا فرحانة بزاف. باغي نطير بالفرحة. على بالي كنت غلطان في حقك وفي حق وهيبة. من وعدك والله غير نخلف لك الايامات اللي فاتوا كاع. معليش مسامح كريم صح. ريح درك نجي. واش الضوء كل شك تخمم على بالك زهية فقط بحكاية الدراهم وسير درك ديرنا ديزيسبيون في هذاك لوزين باسكو هاد اليامات راهي تتهضر غير على وهيبة ومال وهيبة هذا ولا ما كتبت لهاش كلش على اسمها. كيفاش تكتب لها كلش على اسمها؟ علاه انا ما نكزيستيش ولا شنو؟ انت بكري فيق لعمرك درك بنتها هي كلش. اسمع بالك هذاك السيد اللي راهو يجيك كل شهر راك تعطي له في الدراهم هو اللي يخدم معاها. انا ملك تهضر على جلال هذاك صاحبي انتيم هذاك مصغر خو ديجا ما عنده حتى علاقه معاها. فكرتني في اخو تفكرت كلامه ما غير كان عنده الحق واش كان يقول لي. أخطيك مزواجك مع مرأة كبيرة. وعلاش راك رايح تدفن حياتك مع مرأة كبيرة عليك ب 25 عام؟ واش تحبني ندير خويا جلال؟ صافي طروزو مني كملت قرايتي ومازال ماش خدمة. راح نكمل حياتي كاع في الغبينة هكذا ولا حتى شي بشعري. طحت لي اوكازيون مع مرأة عندها دراهم تزوج بها وخلاص. صح دراهم ملاح بصح عمرهم لا دراهم داروا السعادة. حتى الميزيرية ما تهنيش خو. تعلمت حاجة أنا الميزيرية قررتني عفايس بزاف بزاف. أنا أخويا ما صدتش روحي نتزوج مع المرأة هادية نتكل على ربي. بصح ما تنساش يا منصف غدوة من غدوة راك رايح تسيب روحك مضطر باش تعيش حتى لا فياييس تاعها. إيه منيش يا عجوزة تعيش حياتها أنا جاي نعيش حياتي. أنا تانت يا خو باش نعيش مليح. أنا واش نعرف خو نعرف باش نعيش مليح هذا واش نعرف. واش نقول لك يا منصف بالك دير حاجة تندم عليها دمك. هذا كلام صواب. اي واش غسي بلاستي راك بعيد يا حبيبي. انا نروح خو بيناتنا تليفون. وين تروح؟ عيط لي في تليفون.